أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي
وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Yeah.
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في إن في ذلك لآيات لقوم
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال Thank you.
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر وبكل قوم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء وكل شيء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقول حتى
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله
له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما لهم دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكربا وظلالهم بالغدو ولا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال
بسم الله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما وهو الرحيم الغفور يعلم ما يلج في الأرض وما وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بما وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما أصغر من ذلك ولا أكبر
ولا أصغر وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجزي الذين آمنوا أولئك لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم.